السلام عليكم يا باشمهندسين، هنكمل مع بعض مجموعة الفيديوهات الخاصة بكورس هيت ترانسفير، وما زلنا نتكلم في تشابتر 6 بعنوان فاندمنتالز اوف كونفكشن. والتشابتر دوت زي ما وضحنا في الفيديوهات اللي فاتت هو عبارة عن التسع نقط اللي موجودين قدام حضراتكم دلوقتي، واحنا دلوقتي شغالين في النقطة رقم 5 اللي قلنا فيها أكتر من فيديو واتكلمنا فيها عن الدريفيشن بتاع الكونفكشن ايكويشن. وما زلنا في الفيديو ده بنتكلم عن الجزئية الخاصة بالكونزرفيشن اوف انرجي اللي احنا كنا ابتديناها الفيديو اللي فات. زي ما عملنا في المومنتم هنعمل برضو هنا في الانرجي، ان احنا هنشوف التكست بوكس التانية لما بتبص على الموضوع بتاع الكونزرفيشن اوف انرجي ازاي بتعمل الدريفيشن دوت، عشان برضو يبقى وجهات النظر المختلفة او الطرق المختلفة في كتابة الدريفيشن واضحة مع حضراتكم، مفيش خلل يكون موجود او محدش يحس ان هو الموضوع اتاخد بمنظور مختلف. لا، هي الحاجات كلها واحدة بس اختلاف طريقة التناول بتاعتها. برضو عشان نفكر الناس، احنا كل الشغل بتاعنا شغالين على فلو ماشي على فلات بليت. الفلو دوت يعني في الدريفيشن كنا بنتكلم ان هو لامينر نيوتونيان فلويد، اخدنا كنترول فوليوم الدايمنشنز بتاعته دي اكس دي واي واحد، البروبرتيز بتاعتنا ثابته. الفلو جوه الباوندري لاير هو 2 دايمنشنال، فالكومبوننت بتاع السرعه في الواي دايركشن سميناه في، وفي الاكس دايركشن سميناه يو، واليو والفي ديت الاثنين فانكشن في الاكس والواي. طيب يبقى لو جينا دلوقتي كده نبص، ده منظر الكنترول فوليوم بتاعنا اللي موجود. فزي ما قلنا قبل كده ان الكنترول فوليوم دوت هو جزء من الباوندري لاير، الطول بتاعه دوت دي اكس، الطول بتاعه دوت دي واي، والعمق بتاعه اللي موجود جوه ده فرضنا ان هو بواحد، يبقى عندنا العمق اللي جوه دوت بواحد. المعادله بتاعه الكونزرفيشن اوف انرجي لان السيستم بتاعنا ستيدي ستيت، وصلنا ان الانرجي ان ماينس الانرجي اوت، المفروض الكلام دوت هتساوي التغير بتاع الانرجي اللي بيحصل في السيستم، بس عشان هو ستيدي ستيت فهو صفر. فدي معادلة الانرجي اللي موجودة عندنا. الفيديو اللي فات وضحنا الفورمز المختلفة بتاعت الانرجي سواء هيت او ورك او ماس، لكن هنا بقى هنبدأ نتكلم بمنظور مختلف. احنا هنا بنتكلم على كونفكشن، تمام؟ فانا ممكن السيستم بتاعي يكون فيه كونفكشن داخله كده من الشمال، وفي كونفكشن ممكن يكون داخله من تحت، تمام؟ يبقى في كونفكشن داخل على السيستم من السايد اللي على الشمال او داخل من على تحت، او ممكن اقول ان في كوندكشن هيكون داخل من الشمال او كوندكشن داخل من تحت. يبقى انت خد بالك دلوقتي لو هنحلل صور الانرجي اللي داخل عندنا، يبقى انا ممكن يكون في عندي كونفكشن داخل كده على السيستم بتاعي من الشمال لليمين، او هيكون موجود عندي كوندكشن برضو داخل على السيستم بتاعي من الشمال لليمين. ادي التو ميكانيزمز اللي موجودين عندي، تمام؟ لان احنا زي ما وضحنا اصلا في الكونفكشن، او الكونفكشن عباره عن ادفكشن وعباره عن كوندكشن، تمام؟ الادفكشن اللي هو المسؤول عن الحركه، او اللي احنا مجازا بنقول يعني لو او لما بنكتب كلمه كونفكشن فاحنا قصدنا الميكانيزم اللي هو مرتبط بالحركه بتاعه الفلويد. برضو هنا نفس النظام، في عندنا كده كونفكشن هيكون موجود، وفي عندنا كوندكشن برضو هيكون موجود. يبقى لو انا مسكت الانرجي ان اللي موجوده عندي ديت، دي عباره عن اربع حاجات هم موجودين. في عندي كونفكشن دوت بيكون داخل من الليفت سايد، او بيكون عندي برضو كونفكشن دوت بيكون موجود عندي من البوتوم سايد، ثم موجود عندي كوندكشن برضو الكوندكشن دوت ممكن يكون من الجنب اللي على الشمال، او كوندكشن دوت موجود عندي من تحت. يبقى دول كده السورسز الاصليه. يعني انا حد بص مثلا في تكست بوك تاني، يبقى هتلاقيه هيحلل الانرجي اللي داخل على السيستم، الكونفكشن من الشمال لليمين، الكونفكشن من تحت لفوق، الكوندكشن من الشمال لليمين، الكوندكشن من تحت لفوق. بس مش هو دوت السورسز بتاعت الانرجي الوحيده. انا بقى نركز في الحته دي شويه. احنا دلوقتي الدريفيشن بتاعنا في الفيديو اللي فات كنا شغالين ان الفلو بتاعنا هو بالاساس لامينر، تمام؟ طيب لو الفلو مش لامينر، او يعني دي دلوقتي نشوف احنا الفلو عندنا بمميزات الفلو ان هو لامينر، ان السرعه بتاعته قليله. طيب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ يعني السؤال بقى المنطقي اللي هو وات اف، ايه اللي هيكون المنظر بتاع الحل بتاعي لو الفلو بتاعك كان بسرعات عاليه ما كانش لامينر؟ اكيد في تغيير هيكون موجود، تمام؟ ونفس النظام لو موجود عندنا الفيسكوستي عاليه، يبقى انت خد بالك لو السرعه عاليه او لو الفيسكوستي بتاعت الفلويد عاليه، يبقى الدريفيشن اللي احنا عملناه المره اللي فات او مصادر الانرجي اللي داخل على السيستم مش هتكون مقتصره على الكونفكشن والكوندكشن بس، او برضه لو ربطناه بالفيديو اللي فات مش هتكون مقتصر على جزء الماس والجزء الورك والجزء بتاع الهيت، تمام؟ لو الكيسز ديت موجوده عندنا، فانا في عندي ترم بيكون اسمه فيسكس وورك، ده هيكون متزود عندي. انت في عندك فيسكس وورك دوت كده ترم هيكون موجود. ايه الفيسكس وورك دوت؟ الفيسكس وورك دوت بيقول لك نتيجه ان الفيسكوستي بتاعت الفلويد عاليه او الفلويد ماشي بسرعه عاليه، فانت في فريكشن بيحصل ما بين الطبقات وبعضها.
الفريكشن اللي بيحصل ما بين الطبقات وبعضها دوت نتيجة الفيسكس فورسز او تحديدا الشير فورسز بين الطبقات وبعضها، ده بيولد فريكشن، وده بيكون من السورسز اللي بتتولد بيها ثيرمال انرجي. يبقى الفكرة تاني دلوقتي ان انت بيكون عندك الفيسكس وورك دوت، فدوت اللي بيحصل فريكشن ما بين اللايرز بتاعت الفلويد وبعضها، فالفريكشن دوت بيظهر او بيتحول لصورة ثيرمال انرجي. تمام، يبقى دي كده الفكرة بتاعت الفيسكس وورك. طب دوت لو هنيجي بقى نحطه هنا هينحط من السورسز اللي داخله عندي، يبقى انت من السورسز اللي داخله هيكون كمان في الفيسكاس وورك. ده ما ظهرش في الفيديو اللي فات لان الفيديو اللي فات انا كنت شغال منه. طب لو هنشتغل بنفس الطريقه اللي فاتت والفلو بتاعنا كان تيربلنت او كانت الفيسكوستي عاليه، يبقى انا كنت لازم ازود في الترمات بتاعت الانرجي اللي داخله الترم بتاع الفيسكاس وورك. وهنشوف دلوقتي شكل المعادله هيكون عامل ازاي. طيب انا دلوقتي في المعادله بتاعتي هنا عشان نكمل كده الديريفيشن بتاعنا، نعبر عن السورسز بقى بتاعت الانرجي اللي داخله ديت كده عندنا ازاي. لو جينا كده نبص عليها، هنفترض مثلا ان كده ادي الكنترول فوليوم اللي موجود عندي، خلينا ايه نعمله واضح شويه بحيث ما يبقاش في اي مشكله في الارقام. ادي كده الكنترول فوليوم بتاعي اللي موجود، وبرده الطول اللي موجود عندي دوت دي اكس، ده كده اللي هو الطول ده، والطول اللي موجود عندي هنا دوت ده اللي هو هيكون عباره عن الدي واي. تمام، تعال نحلل بقى الانرجي اللي داخل عندي. يبقى انت في عندي دلوقتي انرجي داخله من الشمال لليمين، دي بتاعت كونفكشن، ودي هعبر عنها بالقانون اللي هو كان شبيه الانثالبي اللي احنا قلناه قبل كده. يبقى هيكون عباره عن الرو في السي بي، السرعه بتاعت الجسم في الدايركشن دوت اليو، مضروب في التي في الاريا اللي بيأثر عليها الدي واي في الواحد. طيب الكونفكشن اللي داخل من تحت، الكونفكشن اللي داخل من تحت هيكون عباره عن الرو في السي بي في الفي في التي مضروب في الاريا اللي بيتاثر عليه الكونفكشن في الدايركشن دوت اللي هي دي اكس واحد. تعال نشوف الكوندكشن، في برضو كوندكشن داخل عندي هنا كده من الشمال لليمين. الكوندكشن دوت هيتعبر من القانون بتاع فورير، نيجاتيف الكي مضروب في الاي اللي هي هتكون عندي الدي واي في الواحد في الدي تي باي دي اكس، لان احنا هنا شغالين في الاكس دايركشن. وبرده هنا موجود عندي كوندكشن كده هيكون عباره عن نيجاتيف الكي في الاي اللي هي عباره عن دي اكس في الواحد في الدي تي باي دي واي. وجوه هنا خد بالك في بقى الموضوع بتاع الفيسكس وورك اللي بيكون موجود دوت. يبقى انت في هنا عندك جوه الجسم دوت في فيسكس وورك بيحصل بين الطبقات وبعضها، ده بيتولد عنده ثيرمال انرجي، وهنشوف ازاي هنعبر عن الترم ده كده دلوقتي. كده كل السورسز بتاعت الانرجي ان موجوده. طب تعالى بقى نشوف الانرجي اوت. الانرجي اوت هيكون عندك في كونفكشن من الجنب دوت، يعني هيكون عباره عن الرو في السي بي. طيب اليو، لا اليو هتبقى اليو بقى عند السيرفيس دوت اللي هي اليو بلس الدي يو باي الدي اكس مضروب في الدي اكس، تمام، مضروب في الاريا عندنا اللي هي ما زالت هتكون الدي واي في الواحد. وفي عندنا كونفكشن من الناحيه الثانيه فوق، ده عباره عن الرو في السي بي، الفي هتبقى الفي بلس الدي في باي الدي واي، الكلام دوت مضروب في الدي واي، الكلام دوت مضروب عندك في الدي اكس في الواحد. طيب تعالى بقى نشوف الكوندكشن اللي هنا، الكوندكشن اللي هنا ده عباره عن نيجاتيف الكي في الدي واي في الواحد في الدي باي دي اكس بتاعت التمبريتشر الجديده اللي هي هتكون التي بلس الدي تي باي الدي اكس مضروب في الدي اكس. وموجود عندي كونفكشن هنا كده فوق طالع، ده هيكون عباره عن نيجاتيف الكي في الاريا اللي هي الدي اكس في الواحد في الدي باي دي اكس في التي بلس الدي تي باي دي واي، الكلام دوت مضروب في الدي واي. يبقى ادي المفكوك بتاع كل السورسز بتاعت الانرجي بالطريقه بقى الكونفكشن والكوندكشن بلس الفيسكس وورك اللي موجود عندي. تمام، فاضل بس ان انا اشوف بقى الفيسكس وورك ده هيتعوض عنه ازاي. الفيسكس وورك بقى عندنا، يبقى دي كده الحاجه الوحيده اللي فاضله اللي انا مش عارف انا هعبر عنها ازاي دلوقتي. خلينا نشوف هو اصلا الورك عباره عن ايه. الورك زي ما احنا عارفين هو عباره عن فورس، تمام، مضروب في ديستنس، بس عشان الكونسيستنسي بتاعه المعادلات هيبقى فورس مضروب في الديستنس اللي الفلويد بيتحركها بير يونت تايم. طب هنا الفورس المسؤوله عن الفيسكس اللي هي الفيسكس فورس او تحديدا الشير فورس، يبقى الشير فورس هي ديت النوع بتاع الفورس اللي بيسبب عندي الفيسكس وورك، مضروب في الديستنس ان يونت تايم. تمام، وليه ما عملناش ديستنس بس؟ تاني عشان الكونسيستنسي بتاعه المعادلات، عشان يبقى الوحدات
بتاعت الفيسكس وورك دي هتطلع بجول بير سكند زي او اللي هي بالوات زي بقيه الترمات بتاعت الكونفكشن والكوندكشن اللي موجوده عندي. طيب تعال نبص على الشير فورس. الشير فورس دوت عباره عن الشير ستريس، الكلام دوت مضروب في الاريا. يبقى ايه دوت؟ ده بس الشير فورس. يبقى انا الفيسكس وورك دلوقتي هتكون عباره عن الشير ستريس مضروب في الاريا مضروب في الديستنس ان يونت تايم. تعالوا كده بقى نفك الكلام دوت. الشير فورس، الشير فورس عندنا ديت اللي هي بتكون التاو اللي احنا وضحناها قبل كده. طب الاريا زي ما احنا فاكرين هو الفلويد لاير اللي موجود عندك، ادي طبقات الفلويد اللي بتكون موجوده عندي. فانا الشير يا اما بيأثر في الاتجاه دوت يا اما بيأثر في الاتجاه دوت، يعني بيأثر على الطول دوت في الدبث اللي موجود جوه، والطول دوت اللي هو عباره عن الدي اكس. فيبقى انت عندك هنا الاريا اللي بيأثر عليها الشير ستريس عباره عن الدي اكس مضروبه في الواحد. الحته الثانيه هنا بقى ديستنس ان يونت تايم. ديستنس ان يونت تايم اللي هي سرعه. انت الطبقات بتاعت الفلويد بتأثر على بعض بشير نتيجه اختلاف السرعات بتاعتها. يبقى احنا هنا السرعه يبقى احنا هنقول الدي يو، تمام؟ بس السرعه بقى اللي موجوده ديت هل احطها دي يو بس كده؟ لا، ده انت لازم تحطها او لازم تحط في اعتبارك تغير السرعه اللي موجود من الطبقه للثانيه. فيبقى انت عندك السرعه ديت ماشيه بيوس معينه، السرعه دي ماشيه بيو معينه، اللاير ديت ماشيه بيو معينه. يبقى انت في عندك تغير في السرعه بتاعتك اللي هي اليو في الاكس دايركشن. وزي ما قلنا قبل كده ان اليو هي فانكشن في الاكس وكمان فانكشن في الواي. فيبقى احنا هنا عندنا الديو نتيجه اختلافها في الواي دايركشن، والكلام دوت هيكون مضروب طبعا في الدي واي عشان يبقى الترم دوت كله على بعضه باليونتس اللي احنا بنقول عليها ديستنس ان يونت تايم. يبقى انا كده فعلا قدرت ان انا احط في اعتباري التغير بتاع سرعه كل لير عن الثانيه، تمام؟ فهي الطبقات او اللير بتتحرك في الاكس دايركشن، فعشان كده حطيت السرعه اليو مش الفي، حطيت السرعه اليو. ولكن الجريدينت اللي حصل عندي هنا في الواي دايركشن، فانت كل لير بتختلف عن اللير اللي فوق منها او اللي تحت منها، فالجريدينت في الواي دايركشن، فانا خدت الديو باي دي واي وضربتها في الدي واي عشان يبقى المجموعه دي كلها الدايمنشنز بتاعتها ديستنس ان يونت تايم. التاو اقدر افك من القانون بتاع نيوتن، يبقى هيكون عباره عن الميو في الدي يو باي الدي واي، الكلام دوت مضروب في الدي اكس طبعا في الواحد، في الدي يو باي الدي واي، الكلام دوت مضروب في الدي واي. يبقى ادي كده الصوره بتاعت القانون بتاع الفيسكس وورك اللي موجود عندي. يبقى انا دلوقتي كده اقدر اقول القانون دوت، اقدر ان انا اقول ان هو عباره عن الميو في الدي 2 يو على الدي واي سكويرد، الكلام دوت مضروب في الدي اكس في الدي واي. ودي الصوره النهائيه بتاعت الفيسكس وورك. يبقى لو جينا كده نبص، يبقى انا عندي هنا دلوقتي فوق الصور بتاعت الترمات بتاعت الكونفكشن والكوندكشن اللي موجوده عندي، وعندي تحت الصوره بتاعت الفيسكس فورس الموجوده. لو قدرت ان انا اجمع بقى كل الكلام دوت مع بعضه، الصور المختلفه دي كده مع بعضها، هوصل في الاخر ان المعادله بتاعت الانرجي هتكون شبيهه باللي احنا قلناها الفيديو اللي فاتت، اللي هي عباره عن الرو في السي بي، الكلام دوت مضروب في اليو دي تي باي دي اكس بلس الفي دي تي باي دي واي، الكلام دوت مضروب في الدي اكس الدي واي، الكلام دوت هتساوي الكي في الدي 2 تي على الدي اكس سكويرد بلس الدي 2 تي على الدي واي سكويرد، الكلام دوت مضروب في الدي اكس في الدي واي. لحد هنا دي الصوره اللي احنا جبناها من الفيديو اللي فات. هيتزود بقى كده عليها ترم اللي هو عباره عن الفيسكس وورك الميو في الدي يو باي الدي واي الكل سكويرد دي اكس دي واي. يبقى دي الصوره بتاعت القانون اللي موجود عندي، تمام؟ يبقى دي كده المعادله بتاعت الانرجي بالانس في حاله ان الفلو بتاعي ما كانش لامينر، السرعات عاليه، او في حاله ان الفيسكوستي بتاعت الفلويد بتاعي اللي موجود هتكون عاليه. يبقى تزود بس الترم دوت، تمام؟ اللي هو بيعبر عن الفيسكس وورك اللي موجود. خد بالك تاني معلش عشان ناخد بالنا، هنا الترم دوت دي يو باي دي واي سكويرد مش دي 2 يو باي دي واي سكويرد، الدي يو باي دي واي الكل سكويرد عندنا. دي بس ايه يعني زي ما شفت في الفيديو، دي بس متعدله في الدريفيشن اللي انا لسه عامله من شويه. طبعا هنا تقدر تقول ان الدي اكس باي دي واي الترم دوت هيروح مع الترم دوت هيروح مع الترم دوت، فهيبقى عندك المنظر بتاع المعادله ان الرو في السي بي، الكلام دوت مضروب في اليو دي تي باي دي اكس بلس الفي dt باي dy،
الكلام دوت هتساوي الكي في دي 2 تي على الدي اكس سكويرد بلس الدي 2 تي على الدي واي سكويرد بلس الميو في الدي يو باي دي واي الكل دوت سكويرد عندنا. ويبقى دي الصوره النهائيه بتاعت معادله الانرجي بالانس اللي موجوده عندي. الترم دوت بيمثل الكونفكشن اللي حاصل عندك، الترم دوت بيمثل الكوندكشن اللي حاصل عندك، والترم دوت بيمثل الفيسكس ورك اللي حاصل. الترم دوت كده كله على بعضه بيتسمى فيسكس ديسيبيشن. تمام؟ اللي هو بيرمز للجزء بتاع الثيرمال انرجي اللي نتج نتيجه الفيسكوستي بتاعت الفلويد اللي موجود عندنا. والترم بقى اللي موجود فيه دوت لوحده يعني جوه الفيسكس ديسيبيشن في عندك الترم دوت، ده بيكون اسمه الديسيبيشن فاكتور. يبقى ده لوحده اللي هو الدي يو باي دي واي الكل سكوير، ده بيكون اسمه ديسيبيشن فاكتور. يبقى احنا كده دلوقتي شفنا الشكل او الاختلاف اللي هيكون موجود في الديريفيشن عندنا لو الفلو بتاعنا ما كانش لامينر، او حتى شفنا منظور مختلف للديريفيشن بتاع الانرجي ايكويشن الموجوده عندي بصوره غير بقى صوره تحليل الانرجي للهيت والورك والماس زي ما الكتاب بتاع شنجل عامل، ولكن الاثنين وصلوا لنفس المعلومه. لو جزء الفيسكس ديسيبيشن اخدناه وعوضنا بيه في الفيديو اللي فات هنوصل لنفس الصوره. فاضل نقطتين في الفيديو ده هنتكلم عليه. اول نقطه فيهم هو الفيسكس ديسيبيشن هو موجود بالصوره دي بس؟ قال لك لا، الكتاب بتاع شنجل هتلاقي ان هو بيقول لك ان المعادله بتاعتنا او الترم بتاع الفيسكس ديسيبيشن دوت في الكتاب بتاع شنجل بيرمز له بالرمز الميو في الفاي، الميو اللي هي الفيسكوستي والفاي اللي هي الديسيبيشن فاكتور. طب ايه بقى الديسيبيشن فاكتور؟ قال لك ان الفاي بقى لو هناخد الجنرال فورم بتاعها، احنا هنا في الديريفيشن بتاعنا دلوقتي بس بناخدها لان انا كنت بشوف الجريدينت اللي حصل في السرعه من اللاير لللاير اللي فوق او اللي تحت منها يعني في الواي دايركشن بس، وازاي ده اثر عندي. فدي كانت سبيشال كيس من الفكره العامه بتاعت الفيسكوس ديسيبيشن. لكن الجنرال كيس بقى اللي هي بتكون موجوده عندي في الترم بتاع الفاي، فدي شنجل بيقول ان الفاي بتساوي 2 الكلام دوت مضروب في الدي يو باي دي اكس الكلام دوت سكويرد بلس الدي في باي الدي واي سكويرد الكلام دوت بلس الدي يو باي الدي واي بلس الدي في باي الدي اكس الكل سكويرد. يبقى دي الصوره العامه بتاعه الديسيبيشن فاكتور اللي موجود عندي بقى، اللي هي بتحط في اعتبارها الجريدينت بتاع السرعه في الاكس دايركشن والواي دايركشن. طبعا احنا هنا في الشغل بتاعنا تمام على حسب اللي احنا كنا شرحناه قبل كده الباوندري لير ابروكسيميشن، الدي في باي دي اكس نيجلكتد، الدي في باي دي واي نيجلكتد، الدي يو باي دي اكس قيمه صغيره جدا بالنسبه للدي يو باي دي واي، فعشان كده هو دوت الترم الوحيد الدي يو باي دي واي اللي هيفضل عندي في المعادله والباقي نيجلكتد. وده لو انت خدت بالك دي يو باي دي واي سكويرد، فعشان كده دي الصوره اللي احنا وصلنا لها في المعادله بتاعتنا. تمام؟ يبقى ده المفهوم او دي الحته بتاعت الفيسكس ديسيبيشن او الديسيبيشن فاكتور اللي ما كانتش موجوده. تمام؟ يبقى انا كده دلوقتي عممت الصوره بتاعت المعادله بتاعت الانرجي بالانس ايكويشن، ما بقتش بتشمل الكونفكشن والكوندكشن بس، لا كمان بقى بيدخل فيها الكونتريبيوشن بتاع الفيسكس ديسيبيشن عندي. هنا بقى بيجي السؤال، انا ازاي اقدر احدد انا هحمل الترم الفيسكس ديسيبيشن دوت ولا ان انا احطه في اعتباري؟ طب فزي ما شفنا كده احنا في الديريفيشن في الفيديو اللي فات كنا بنتكلم ان الفلو لامينر، يبقى واضح ان لو الفلو لامينر انا ممكن ان انا اعمله نيجليكشن، يبقى بالعكس لو الفلو تربلنت لازم يكون موجود. بس ده بقى مش المعيار الوحيد، في معيار تاني بيقول لك ايه؟ هو كمان حسب الفيسكوستي بتاعت الفلويد، لو الفلويد الفيسكوستي بتاعته قليله يبقى الفيسكس ديسيبيشن تاثيره قليل، او لو الفيسكوستي عاليه هيبقى الفيسكس ديسيبيشن تاثيره عالي، ما ينفعش ان انت تعمله نيجليكشن. طب هل بقى الموضوع هيتساب تقدير ان انا اقول اقيم الفيسكوستي هي عاليه ولا ايه؟ قال لك لا، انت في عندنا رقم هيتحسب، او في عندنا علاقه هتتحسب او ريشيو هيتحسب اللي هو عباره عن الكايناماتيك فيسكوستي مقسومه على الثيرمال ديفيوسيفيتي. لازم تحسب النسبه ديت. يبقى تاني الكايناماتيك فيسكوستي مقسومه على الثيرمال ديفيوسيفيتي اللي هي عباره عن الهيت كاباسيتي بتاع الفلويد مضروب في الفيسكوستي بتاعته مقسومه على الثيرمال كوندكتيفيتي. قال لك احسب العلاقه ديت، لو طلعت اقل من الواحد يبقى احنا في الحاله ديت اقدر ان انا اعمل نيجلكت للترم بتاع الفيسكوس ديسيبيشن اللي هو عباره عن الميو في الفاي. يبقى دي كده الكرايتيريا او المعيار اللي موجود عندي اللي على اساسه اقدر ان انا اهمل الترم دوت او ان انا اسيبه. الترم بتاع الكايناماتيك فيسكوستي على الثيرمال ديفيوسيفيتي ده هيظهر معانا قدام شويه في الفيديوهات الجايه لما نبدا نتكلم على الدايمنشنلس جروب وتحديدا حاجه اسمها برانتل نمبر.
مش هنخوض دلوقتي في التفصيله بتاعت برنتل نمبر هي عباره عن ايه، ولكن خلينا نكون عارفين ان ده هيتربط بفكره الدايمنشنلس جروب اللي موجوده قدام. خلونا كده نكمل مع بعض بقى الملاحظات بتاعتنا على الموضوع بتاع الانرجي. دلوقتي احنا المعادله اللي احنا وصلنا لها في الفيديو دوت، المعادله اللي احنا وصلنا لها بتاعت الانرجي اللي هي الجنرال بقى دلوقتي، ان الرو في السي بي الكلام دوت مضروب في اليو الدي تي باي دي اكس بلس الفي دي تي باي دي واي، الكلام دوت هتساوي الكي في دي 2 تي على الدي اكس سكويرد بلس الدي 2 تي على الدي واي سكويرد بلس الميو في الفاي. يبقى دي الجنرال فورم بتاعت الانرجي بالانس ايكويشن. لو هنفترض دلوقتي ان انا عندي الترم بتاع الكيناماتيك فيسكوستي على الثيرمال ديفيسيفيتي اقل من الواحد، فالترم ده اتكنسل. على حسب الابروكسيميشن بتاعت الباوندر لير، فالترم بتاع الدي 2 تي باي دي اكس سكوير ده اقدر ان انا اعمل له نيجليكشن، والترم ده بس اللي هيفضل يكون موجود معايا. فيبقى انا اقدر اقول دلوقتي ان العلاقه ديت بعد ما انا احط في اعتباري الباوندر لير ابروكسيميشن، يبقى انا عندي الرو في السي بي الكلام دوت مضروب في اليو دي تي باي دي اكس بلس الفي دي تي باي دي واي، الكلام دوت هتساوي الكي في دي 2 تي باي دي واي سكويرد. تمام، يبقى دي كده العلاقه اللي موجوده عندي. لو جينا بقى نفتكر المعادله بتاعت المومنتم عامله ازاي، معادله المومنتم اللي احنا جبناها قبل كده بقى بتقول ان اليو دي يو باي دي اكس بلس الفي دي يو باي دي واي، الكلام دوت كان هيتساوي الكيناماتيك فيسكوستي في الدي 2 يو على الدي واي سكويرد. يبقى دي المعادله بتاعت المومنتم اللي احنا كنا جبناها من قبل كده. لو رجعنا للفيديو بتاع المومنتم هنلاقي المعادله بتاعتنا بالمنظر دوت. المعادله ديت هي بطريقه ما او باخر شبه دي، يعني لو احنا قعدنا ترتيب المعادله ديت اخذنا الرو في السي بي وديناه كده الناحيه الثانيه، فنقدر نقول دلوقتي المعادله ديت هتكون عباره عن اليو الدي تي باي دي اكس بلس الفي في الدي تي باي الدي واي، الكلام دوت هتساوي الكي على الرو في السي بي اللي احنا عرفناه بالثيرمال ديفيوسيفيتي في دي 2 تي على الدي واي سكويرد. يبقى لو جينا كده بصيت، دي المعادله بتاعت الانرجي اللي موجوده عندي دلوقتي، يبقى دي معادله الانرجي، دي معادله المومنتم. لو انت جيت بصيت على المعادلتين هتلاقي ان المعادلتين شبه بعض، يعني يو دي تي باي دي اكس يو دي يو باي دي اكس. هنا في المعادله بتاعت الانرجي انا بهتم بالتمبريتشر، هنا بهتم بالسرعه. يبقى نفس المعادله اي تي موجوده فيها شلناها وحطينا مكانها اليو، لان انا كنت بدرس الاكس مومنتم والكومبوننت بتاعت السرعه في الاكس دايركشن اللي هو اليو. نفس النظام هنا، التي شلتها حطيت مكانها اليو، التي شلتها حطيت مكانها اليو، وطبعا الاكس والواي زي ما هو. الثيرمال ديفيوسيفيتي شلتها حطيت مكانها الكيناماتيك فيسكوستي. يبقى انا هنا دلوقتي اقدر ان انا استنتج ايه؟ ان في سيميلاريتي بتكون موجوده ما بين المومنتم والانرجي. يعني دلوقتي لو انت عندك عملت دريفيشن للمعادله بتاعت المومنتم واندر سيرتن كونديشنز، تقدر تقول ان المعادله بتاعت المومنتم هي المعادله بتاعت الانرجي. بس هعمل ايه؟ هشيل الترمات بتاعت المومنتم اللي موجوده عندي، يعني اليو مثلا اشيلها واحط مكانها الفي، والكيناماتيك فيسكوستي اللي هو بيأثر عندك على المومنتم لان جوه منه الفيسكوستي، وهتحط مكانه الحاجه اللي بتأثر على العمليه بتاعت الهيت ترانسفير اللي هي الثيرمال ديفيوسيفيتي اللي هي موجود فيها الثيرمال كوندكتيفيتي والهيت كاباسيتي والفيسكوستي. يبقى دي برضو حاجه مهمه اللي احنا ناخد بالها، حته او فكره السيميلاريتي اللي بتكون موجوده ما بين الفينومينا المختلفه اللي بتحصل للفلويد اللي بيكون موجود عندنا. ودي نقطه هنتكلم عنها برضو في فيديوهات في اخر الشابتر دوت بشيء اكتر من التفصيل، ايه فكره الانالوجي او السيميلاريتي اللي بتكون موجوده ما بين الفينومينا المختلفه دي. بكده يبقى احنا وصلنا لنهايه الفيديو دوت، وهنكمل باقي الشابتر دوت ان شاء الله مع بعض في الفيديوهات الجايه.